ولا الشماتة من طبعي ولا الشماتة من طبعي ولا الشماتة من طبعي ولا حتى من أهدافي أهلفت الأيام وجات عك الظافي أهلفت الأيام وجات عك الظافي وجات عك الظافي واخدنا بيع وشراء مفيش رحم القلوب دي آخرة الفكرة واللعب بالشعوب دي آخرة الفكرة واللعب بالشعوب اللعب بالشعوب مبروك يا شعب ليبيا الحمد لله على السلامة لكن خدوا بالكم برضو من خطة بتاع أوباما لكن خدوا بالكم برضو من خطة بتاع أوباما من الخطة بتاع أوباما الغرب كله عينه عن نفض في كل بير مش حرية وعدالة دول ناس ملهاش كبير مش حرية وعدالة دول ناس ملهاش كبير دول ناس ملهاش كبير بعد العراق ما وقعت الدور كان على السودان عايزين الكل يضعف عشان يفضل إيران كل يضعف عشان يفضوا الإيران عشان يفضوا الإيران أهو القذافي راح وماتوا بشكل صعب دي نهاية كل ظالم يظلم في أي شعب دي نهاية كل ظالم يظلم في أي شعب يظلم في أي شعب الشعب الليبي كله كان طق واتخنق أهو قالها زنجة زنجة لحد ما اتزنق أهو قالها زنجة زنجة لحد ما اتزنق لحد ما اتزنق فكرت الدنيا سايبة وتعبت الناس حواليك وفضلت تقول من أنتم أهم ردوا عليك فضلت تقول من أنتم أديهم ردوا عليك أديهم ردوا عليك الدور على كل رئيس بيخلي الناس بذل لو كل رئيس كويس هيخلي العيشة فل لو كل رئيس كويس هيخلي العيشة فل هيخلي العيشة فل خلاص 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 ديجي أحمد عزت بيتر